إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لزيارة وزير الخارجية الصينية تشينغ جيونغ لمصر في إطار زيارته الإفريقية. هذا الوزير الذي تم تعيينه حديثا بعد تعيين الرئيس الصيني له تشين جينغ كوزير خارجية، يبدأ زيارة إفريقية لمجموعة من الدول الإفريقية وعلى رأسها مصر. في البداية رحب وزير الخارجية المصري سامح شكري بضيفه الصيني، مؤكدا على العلاقات المستمرة والتشاور مع الصين في مواضيع عدة. أما الوزير الصيني فقد أكد على تطابق وجهات النظر المصرية الصينية في كثير من قضايا الشرق الأوسط وأيضا القضايا الإقليمية التابعة للصين، وتأكيدا على قضية تايوان وهذه القضايا، وأكد الجانبان على أهمية حل المشاكل الداخلية لكل بلد بما تراه لهذا البلد بدون أي تدخلات خارجية من أي دولة أخرى، خاصة التدخلات العسكرية. معي الأستاذ أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير بالأهرام، متخصص في ملف الإرهاب. أستاذ أيمن تحياتي وأهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. أهلا بك. لما نتكلم على زيارة لوزير خارجية معين حديثا ويبدأ بمصر ويتحدث عن العلاقات المشتركة ويتحدث عن تطابق وجهات النظر، في رأيك؟ أولا دي لها عدة دلالات. أول حاجة بالنسبة للبلد اللي توجه إليه الوزير في أول تعيين وزير لخارجية دولة عظمى زي الصين وهي مصر، ده يدي دلالة على قوة مصر الإقليمية والدولية ودورها الفاعل، لأنه دائما الدول العظمى بتهتم بالملفات الرئيسية بالنسبة لها من خلال الدول الفاعلة والدول القوية في محيطها الإقليمي. فبالتالي زيارته لمصر ده دلالة على قوة الدولة المصرية وقدرة الدولة المصرية وعلاقاتها القوية في الإقليم وفي العالم بشكل عام. الأمر الثاني أنه وهو مرتبط برضو بنفس المسألة، أن مصر مفتاح أفريقيا والصين بدأت تلتفت لأفريقيا الحقيقة مش من دلوقتي لكن منذ سنوات طويلة طويلة، يعني فعلا بنتكلم على أكثر من 20 سنة، يعني أكثر من 20 سنة. ويمكن لو بصينا للإحصائيات أو المبادلات التجارية بين الصين وأفريقيا هنلاقي أنه قفزات كبيرة جدا، يعني أصبحت التبادلات التجارية بين الصين وأفريقيا 10 أضعاف المبادلات التجارية بين أمريكا والصين، وأكثر من 15 ضعف بين أمريكا وأفريقيا، و15 ضعف بين أفريقيا وأوروبا. وقفزت في يعني خصوصا في موارد معينة زي الموارد المعدنية و الأمور الموارد الخاصة بالصناعات الحديثة زي المنجنيز والكروم والحديد والصادرات، أيضا أن الصادرات العسكرية لأفريقيا بلغت 20% من صادرات الأسلحة الصينية التقليدية من 2007 إلى الآن. وفي اهتمامات كثيرة الحقيقة. طيب أستاذ أيمن، يعني في معرض كلام وزير الخارجية الصيني كان يتحدث عن علاقات الشرق الأوسط ويتحدث عن التنمية في الشرق الأوسط، وفي مواقف عدة أظهر الجانب الصيني تفهمه لفكرة حرية الرأي وحرية العقيدة وحرية الأيديولوجية العربية، وأن كل دولة قادرة على صناعة تنميتها بخطواتها الشخصية، ليس هناك نموذج يجب الاحتذاء به خاصة النموذج الغربي. هل تظهر الصين بهذا الشكل تفهم لطبيعة الوضعية العربية وأنها تتفاعل مع هذه الوضعية بطبيعتها، كما شاهدنا مثلا العلاقات المصرية الصينية العربية والخليجية اللي كان مؤتمر منذ شهرين، ولا هو ممكن يكون حديث سياسة للتأثير فقط؟ لا، هو الحقيقة ده قديم، يعني هذا المنظور وهذه العقلية في إدارة الأمور
قديم منذ الثورة الشيوعية في الصين في الأربعينات. ولذلك من ضمن الحاجات اللي تطرق لها وزيري الخارجية في هذا المؤتمر والموجود على أرض الواقع منذ سنوات طويلة، أن الصين لم تعترف بإسرائيل إلا بعد 73، يعني بإقامة قنصلية، وليست يعني العلاقات بينها لم تكن جيدة زي مثلا تركيا وزي دول أوروبا وزي أمريكا. أيضا دور الصين أو حديثها في أو دخولها في أمر القضية الفلسطينية كان منصف دائما للقضية الفلسطينية، صحيح. وهو ما تجلى في كلمة رئيس الصين نفسه في القمة العربية الصينية، صحيح. ولو تابعنا كمان كلمة وزير الخارجية الآن يتحدث عن القضية الصينية، صحيح، نعم، القضية الفلسطينية محور. لكن العلاقات أو الرؤية الاستراتيجية لتعامل الصين مع الدول العربية أو إقليم الوطن العربي وأفريقيا، الحقيقة رؤية متزنة جدا تقوم على الندية وعلى المصالح وعلى عدم التدخل، لأنه الصين عندها خطاب أخلاقي مماثل للخطاب الأفريقي والخطاب العربي، صحيح. فبالتالي هناك توافقات كثيرة في هذا الأمر، والصين حتى في علاقاتها الاقتصادية وتبادلاتها التجارية والمنح والقروض اللي قدمتها للدول سواء العربية أو الأفريقية خلال العشرين سنة الأخيرة كانت بتركز على المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي والبنية الأساسية، عكس الدول الأخرى في المنح أو القروض كانت بتبقى موجهة لأشياء أنا بشكرك المجتمعات. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا. وأنتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى مراسلتنا داخل وزارة الخارجية أمل صبري. يعني أمل، بعد هذا المؤتمر الصحفي وتابعنا فيه كلمتي وزيري الخارجية سامح شكري وتشينغ غونغ وزير الخارجية الصيني، أهم ما كان في هذا المؤتمر من نقاط ترينها؟ التحية لك ولكل مشاهدينا الكرام. يمكن انتهى للتو المؤتمر الصحفي الذي جمع بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الصيني تشينغ غونغ، والذي يزور القاهرة حاليا في إطار جولة أفريقية يقوم بها خلال هذه الفترة وبدأت في 9 يناير الجاري. خلال المؤتمر الصحفي أكد الوزيران على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين القاهرة وبكين، وأن هناك تطلع كبير خلال الفترة القادمة للمزيد من التعاون وتطوير هذه العلاقات سواء على النواحي الاقتصادية أو السياسية أو غيرها. يعني الوزيران أيضا أكد أن العلاقات المصرية الصينية هي علاقات استراتيجية وضاربة بجذورها في عمق التاريخ. مصر هي أول دولة عربية وأفريقية تعقد علاقات دبلوماسية مع الصين، أيضا مصر هي أول دولة عربية وأفريقية تقيم تعاون استراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية، وهذا يعكس المكانة المهمة لجمهورية مصر العربية لدى الصين. وزير الخارجية الصيني أكد خلال المؤتمر أن مصر دولة مهمة بالنسبة لبلاده وأن هناك تطلع كبير لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة. أيضا الوزيران أكد على أن جلسة المباحثات التي سبقت المؤتمر الصحفي تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات، بالطبع كانت العلاقات الثنائية في مقدمة هذه الموضوعات، كيفية تطويرها، كيفية تحقيق مزيد من التعاون، خاصة أن العلاقات المصرية الصينية بتقام على مبدأ الاحترام، احترام الآخر، أيضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر، العمل بكل جهد لدى الدولتين لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين. هناك أيضا اتفاق تم بين وزيري الخارجية المصري والصيني على استئناف الرحلات الصينية إلى مصر لتشجيع السياحة الصينية. وزير الخارجية سامح شكري من جانبه أكد أن مصر ترحب بالسياح الصينيين وأكد على توفير كافة السبل لراحة وتأمين هؤلاء السياح الصينيين. هناك أيضا ملف
ملف آخر يخص العلاقات الثنائية تم مناقشته خلال جلسة المباحثات، ألا وهو زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، وهو أيضا ما وعد به وزير الخارجية الصينية، وأن بلاده حريصة على زيادة الاستثمارات وتحقيق المزيد من التعاون في مجالات مختلفة كالصناعة كالتكنولوجيا المجالات الثقافية أيضا وبشكل عام كافة المجالات الاقتصادية. أيضا تم التطرق لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، هناك تطابق في الرؤى بين البلدين تجاه هذه القضايا بشكل عام، خاصة وأن الصين هي عضو أساسي في مجلس الأمن ولها دور كبير مؤثر في قيادة العالم. أيضا العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية كما ذكرت من بينها كانت ملف القضية الفلسطينية. وزير الخارجية الصينية أكد أن هذه القضية هي قضية مركزية في الشرق الأوسط، الصين من أوائل الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وتؤكد على ضرورة إعطائه حقوقه الشرعية كشعب يستحق الحياة. بشكرك أمل صبري مراسلة النيل من مقر وزارة الخارجية، شكرا جزيلا على وجودك معنا، وطبعا بالتأكيد هنعود إليك في خدماتنا الإخبارية الأخرى لمزيد من التعليق ومزيد من الأخبار حول هذه الزيارة الهامة لوزير خارجية الصين تشين جونغ، والذي استقبله سامح شكري وزير الخارجية المصري، وكان مؤتمر صحفي كان فيه العديد من النقاط سنوفيكم بأهمها في تغطياتنا الإخبارية. انتهت هذه الفترة، نشكركم دائما على حسن المتابعة، تغطياتنا الإخبارية مستمرة معكم على النيل، الأخبار الأقرب إليك، ابقوا معنا.